خصمك أسيبك لا وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي أنا بهواه. اللي بتغني مرتديلا، بس مرتديلا شو؟ حلاوة صوتها بتقول إنه هاي مرتديلا سنيورة القدس. أسيبك لا وجوه الروح هتفضل حبيبي. كنت عارفة هذا الصوت ما بيطلع إلا من مرتديلا سنيورة القدس. طبعاً إحنا من صوتك عرفناكي، أنت مرتديلا سنيورة القدس، مش محتاجة تعرفي عن حالك، نايب راحتك وشوفي مين بيحلالك. لا بدي أعيد ولا أزيد، الجمهور هو اللي يقرر. يا جماعة، إيش أكثر سندويشة كنتوا تحبوها من أنتوا صغار؟ سنيورة شفتوا يا جماعة؟ الموضوع ما بده كتير تفكير.